مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من ضواحي الرباط السهول. نخليكم مع مزرعة الخير المعروفة هنايا اللي كيتواجدوا فيها حقيقة خيرات البلاد ما شاء الله وتبارك الله. كتشوفوا معنا الريوس ديال السردي الملكي، هذا كيقيسني السردي الملكي اللي كتشوفوا معنا على المباشر تبارك الله وما شاء الله. في هذه المزرعه كيتواجد جميع انواع ديال الاغنام اللي نقدروا اننا شباب الجميع مرحبا بكم، نقدروا على اننا نبغيو نتعرفوا عليها ونعرفوها هنا. مرحبا بك معنا على المباشر. شكرا. ما شاء الله كاين الخير ديال الله. كاين الخير ديال الله. مرحبا بكم عندنا المزرعه. مرحبا في المزرعه. قبل ما ندوزو نشوفوا الحواله بغينا نشوف هذه المزرعه هذه شنو فيها. هذه فيها السردي الملكي، ها انتم تتشوفوا السردي الملكي الحر. ها انتم تتشوفوا معنا ها السردي الملكي الحر باش يتميز بهكا بالجماليه ديالو. غزالي تبارك الله وما شاء الله. هادشي اللي كاين ما شاء الله. هذا السردي، وكاين السردي الملكي. هذا السردي ملكي. في هذا لاغام الكبيره. هذا لاغام الكبيره. باش كيتعرف السردي الملكي؟ السردي الملكي تيتعرف بقرونه، تيتعرف بوجهه، تيتعرف برجليه. نشوف واش واحد اللي يشرح لنا يورينا يعني باش كيتميز. شوف عبد الله هذاك راه عبد الله. نعم اختي. باش نقدر نعرف انا السردي الملكي. واه السردي الملكي معروف كثير. بطلع حط الميكرو اجيني هنايا على حساب الشمس. اجيني هنا عبد الله. مرحبا اختي. شوف تبارك الله. وقف زيد. هذا سردي الملكي. هذا سردي ملكي حر. اها سير دوز ملي. سردي ملكي حر. باش غادي كيتعرف؟ تيتعرف اختي بالكمامه. هاي كمامه كحله. عينيه كحلين وعنده صبات كحله. هذا هو باش تيتسمى سردي حر. ها هو تبارك الله ما شاء الله. بارك الله. وسلال الحليبه ولد العام سلال الحليب. هذا ديال مزرعه الخير. هذا ديال مزرعه الخير. وصل هذا الخير. هذا تيتراوح بين 7000 حتى 7500 درهم. هنايا قلت لك نعم. كيفاش يمكن الزبون انه يعرف الحوريوات الزوين؟ قلت لي تبارك الله باين غير النظره. باين غير النظره ديالو. شوف بارك الله. الحليب بارك الله. والصوفه ديالو رطبه. شوف هذا مرحبا زيد فهد فهد الشحيح الشحيح يا بركات هذا بشحة هذا بشحة. شنو الفرق بينه وبين باقي الحواله؟ السردي حر هذا معروف حر اصيلي محر. شوف هذا حر هذا حر. انا نرجع لك. مرحبا اختي فاطمه. اختي فاطمه الزهراء. انا اختي فاطمه الزهراء. انت تشوفي كل شيء بعينك. ها حتى حاجه ما مخبيه، كل شيء قدام عينك اختي فاطمه الزهراء. الله الخير تبارك الله. تنرحبوا. ها انت شوف عند هذا مولاي الحسن. شوف ما شاء الله مولاي الحسن. عندك مولاي الحسن راه قرونا. ما تخافش. ما شاء الله. شحال وصل هذا الخير هذا؟ هذا 7000 درهم. 7000 درهم. 7000 درهم. حتى هو السردي ملكي. شحال في عمره ولا؟ سنين الحليب. سنين الحليب. هذا عام. هذا عام في عمره. انا شفت الكروند ديالو. هذا عام. اعطيني عليه يعني شنو كياكل؟ فهمتي علف؟ العلف انت تشوفي كل شيء قدامك. هانت شوف العلف شوف. شوف. اجي ندورو من هي. هذا العلف اللي تياكل. هذا العلف اللي تياكل هانت. هات اجي شوفي اختي ها الهضره ها الشعير ها النخاله. ها انت تشوفي كل شيء بعينك. ها علف طبيعي. علف بيو. يعني الحولي فاش كيكون كياكل الشعير وداك الشيء طبيعي كيكون باين عليه طبيعي الحال. وانتم مرحبا بكم. شوفوا سوق نموذجي كي داير. ها انتم مهوي. قبل ما انا عجبتني هذه البلاصه هذه ديال الحولي السردي الملكي. قبل ما ننتقلوا اننا نديروا جوله في وسط مزرعه الخير غادي نخليو يعني المواطنين انهم اولى المغاربه اللي كيتابعونا عبر هذا البث المباشر على انهم يشوفوا خيرات البلد. مرحبا بكم. ما شاء الله وتبارك الله. يعني الزبناء ديالنا ديال مزرعه الخير تنرحبوا بهم. حاجه ثقيله عليهم خففت علينا. مرحبا وسهلا. هنا غادي نديروا جوله في المزرعه. مرحبا لالا. مرحبا. رميسه. نعم. المزرعه فيها بزاف. هانتوما دابا غادي نمشيو غادي نشوفوا السردي
السردي ميان، شوفوا السردي ميان باش نشوفوه المواطنين. السردي ميان عبد الله مرحبا كاين نوليو الجيل الجديد. السردي ميان غادي نشوفوا عندك، غادي نشوفوا البرقيه. لا السردي دابا الميان بغينا نشوفوا دابا شفنا هذا الميان اللي صغر من الميان من الملكي. اي مرحبا حنا شفنا الملكي السردي الملكي. ها انتوما ها انت دابا هذا السردي الميان. شنو معنى السردي الميان؟ اما الميان هذا كبير هذا الميان هذا صغير عليه. يعني الفرق بيناتهم في الحجم. الحجم نفس بالنسبه للعلف نفس العلف نفس سميتو هذا غير صغير على هذاك. نفس العلف نفس الثاني بحال 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 بحال. الاثمنه اللي كتختلف على حسب الحجم. طبيعه الحال الاثمنه مختلفه. شحال دايرين تقريبا هذا اقل ثمن ارخص واحد ارخص واحد 3000 درهم. اعلى ثمن 9000 درهم. هما اللي شفنا الاول. هما اللي شفنا في الاول. شوفوا هنايا الريوصه اللي كاينين. مرحبا. العلف خلاص هو نفس العلف. نفس العلف انت تشوفي العلف نفس العلف. هادشي اللي كاين. هنا كاين هذا الرواق رقم 8 اللي تتواجد فيه الماعز البلدي والرومي. جميع الاحجام وجميع الاشكال. جيب لي جيب لي عبد الله واحد البلدي بلدي. هذا ديال السرحه هذا البلدي هذا. هات. هذا البلدي هذا طبيعي ديال السرحة هذا. كيفاش ديال السرحة؟ هذا تنسرحوه. عندنا مرات تنسرحوا في هذا الماس هذا. يعني تياكلوا العشوب. تياكلوا العشوب، تطلعوا للشجر، كل شيء. تيعيشوا الطبيعة ديالهم. تيعيشوا الطبيعة ديالهم. الآخرين؟ الآخرين الرومي الرومي الرومي. الرومي. اشرح لنا الرومي، شنو الفرق بين الرومي وبين البلدي؟ الرومي الرومي تنعطيوه العلف هنا، البلدي لا، البلدي يقدر يمشي للطبيعة والغابة وياكل ويدخل وياكل شوية العلف ديالو ما مهمش، الرومي لا، الرومي تيبغي العناية. تيبغي العناية، العناية. شنو هما الناس اللي كتنصحوهم أنهم يعيدوا أولا يستهلكوا معزي سميتو هذا معزي اوي جي معزي الناس اللي عندهم سكر اللي مرض اللي كل واحد وشنو وشنو يبغي. هذه هذه امور ديال التشخيص ديال الطبي هذا يشوف هو المهم هادشي اللي كاين اختيار ديال الكل باش بغى يعيد. بالنسبة للمزرعة كاين إقبال من طرف المواطنين على المزرعة؟ بطبيعة الحال عندنا كاين الإقبال، كاين الإقبال لأن المزرعة عندها الطبيب ديالها خاص ومواصفات عالية، فهمتي الجودة، الطبيب يوميا يجي تيراقب المسائل ديالو الحمد لله، هادشي اللي كاين. باش كتميز المزرعة ديالكم؟ يعني كيفاش الزبناء كيف كيكسبوا الثقة ديالكم؟ الزبناء ديالنا الحمد لله تعاملنا معهم عام على عام، الثقة تتكسب عام على عام، هذا هو اللي كاين. عندنا الكليان الحمد لله ديالنا تقضوا عندنا السنين وهما دائما تيجيو عندنا، ما بقيناش ولاو عندنا كي قلت لك قبيله ولاو عندنا عائله، ما بقاش هذوك الكليان ولا عائله عندك. يعني انا قبيله قلت لي انا مصدر ولا راس المال ديال هذا المزرعه هذه هي الثقه. هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كاين الثقه. انتم كتشتغلوا انتم كتشتغلوا غير من عيد لعيد ولا شنو؟ لا اختي على مدار السنه على مدار السنه تنتعاملوا مع المناسبات الجزاره الاعياد الاعياد عقيقه اعراس. يعني المزرعه مفتوحه على طول السنه ماشي غير في الاعياد. انتم كتكونوا غير على فنعاود نفس السؤال يعني واش كتكونوا غير من المناسبات ديال العيد الكبير الكبير ولا لا المزرعه تفتح الابواب ديالها على طول السنه مفتوحين الابواب ديالها. يعني كاين اللي عند اللي عنده عقيقه اللي عنده عرس اللي عنده اسبوع اللي عنده يعني في جميع المناسبات تلقى المزرعه مفتوحه على مدار السنه يعني فاتحه الابواب ديالها. وبالنسبه للاعياد العيد الكبير حاله خاصه ديك الساعه كيكون جميع الزبناء كي يعني الثقه اللي لقوا في المزرعه هي اللي جعلت المزرعه كتطور من احسن لاحسن من حسن لاحسن يعني كتطور عام على عام. يعني الثقه ديال في الجوده ديال العلف والماشيه واللحم ديالها يعني كل سنه كنشوفوا انه كيدوز طبيب بيطري كياخد عينات. بالنسبه للمزرعه عندنا طبيب بيطري كيدوز ماشي كل سنه يعني على مدار السنه عندنا طبيب بيطري كيجي يشوف الاغنام كاين الابقار كاين كما كنقولوا الماعز كاين كل شيء. يعني كاين طبيب بيطري خاص للمزرعه كيراقب الماشيه يوميا تقريبا كيدوز يشوف الماشيه الحاله ديالها الصحيه وكل شيء. مرحبا مرحبا صوري صوري مرحبا فاتح
ما شافي ما شافي. الأثمنة ديال المعايز الطراوح البلدي ما بين 900 درهم حتى 1200 درهم. الرومي تيطرح ما بين 1500 درهم حتى 2500. ما بين اش؟ 1500 حتى 2500. هادشي اللي كاين. يعني الأثمنة مناسبة. الأثمنة متناول الجميع، متناول الجميع. كنا في الحول الصردي والمعايز نتاع الأبقار. مرحبا. وفي نفس الوقت نديروا جولة داخل المزرعة. لا لا مرحبا مرحبا. على الفراخ ديال البلاد ديالنا، رغم أنه هنا رغم أن كنشوفوا كاين ناس اللي كتشكى من ارتفاع ديال الأسعار ديال الأغنام هذا العام، شنو السبب؟ سبب باين، سبب لأن سبب المازوط تزاد، العلف تزاد، حوايج كلهم دابا تزادوا، ضروري تكون شويه اللي يرتفع، وتنحاولوا حنا تنحاولوا من نرضيو الزبناء ديالنا، تنحاولوا كاع ما نزيدوا عليهم، تنحاولوا الفرق للعام اللي فات لدابا تتكون الفرق ديال 200 حتى 300 درهم. ما الحلول؟ الاماكن لقينا وصلت ل 1000 درهم ديال الفرق. هذا الشيء اللي كاين 1000 درهم ديال الفرق، ولكن حنا الحمد لله اللي تنتميزوا به هي لان عندنا الفلاحه ديالنا وعندنا ليه. يعني انتم عندكم واحد محلي ديال بالنسبه للاعلاف. نعم. بالنسبه للاعلاف كاين منتوج محلي. الشمس هناك. نعم. بالنسبه للاعلاف كاين منتوج محلي، هذا هو اللي ما جعلش القيمه ديال الماشيات ترتفع بواحد النسبه كبيره. يعني كيجي الزبون تياخذ الماشيه بواحد الفرق قليل كما كنقولوا، واحد الفرق ضعيف يعني ديال 200 ولا 300 درهم بالنسبه على العام اللي فات. يعني حتى انتم ما كتبغوش انكم تفقدوا ديك الثقه ديال الزبون ديالكم اللي بنيتوها على مدار. لا ما يمكنش، مادام الزبون جا وثاق في المزرعه خاصو يرجع يعني راضي كما كنقولوا، يعني يتقدى بالثمن اللي باغي هو يعني اللي غيرضي الزبون، يعني غيمشي بواحد مرتاح، يتقدى داك الشيء اللي بغى بواحد الثمن مزيان ومرتاح ان شاء الله. مرحبا. دابا الابقار هذا البرقي كنشوفوا دابا البرقي. هذا البرقي الحولي البرقي. انت ابراهيم ياك؟ ابراهيم. سي ابراهيم. ابراهيم. سي ابراهيم اجي سي ابراهيم كمل معنا البرقي، حنا قربنا نختموا المباشر. ندخل. نعم اختي فاطمة الزهراء مرحبا. برقي. برقي. هذا برقي. برقي. البرقي اللي قال المغاربه تيفهموا فيه و تيعرفوه. اييه هذا البرقي البلدي. البرقي البلدي. هات. هانت شوف هانت شحال الأثمنة ديال البرقي 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 اش؟ البرقي تطرح الثمن ديالو ما بين 3200 حتى 2500 حتى 2500. العام اللي دا شحال كندير؟ هذا العام اللي داير 2200 درهم 2300 2500 300 درهم 200 درهم هادشي اللي قلت لك. يعني هذا دابا ديال 2000 2200 2000 هذا تنبيعو دابا ب 2600 درهم 2500 2600 درهم. ها انت تشوفي بعينك. ها تبارك الله الخير ديال الله ما شاء الله تبارك الله. شنو اللي كاين؟ غادي نشوفوا شنو هذا شحال في عمره؟ تنيس هذا حل فمو سنه الحليب. هذا عام سنه الحليب. سنه الحليب. لا اثنين. لا سنه الحليب. صافي راه واحد اخر. راه واحد اخر. راه لي واحد اخر. راه لي واحد اخر. مقدوش مقدوش. شوف هذاك اسد الرزاق سنه الحليب. هذا سنه الحليب بحال الحليب. سنه الحليب هي عام. اجي تشوف دابا ملي كيكونوا عندو هنا جوج سنات كبار كيتسمى اثنين، كيكونوا عندو اربعه كيتسمى اربعه. دابا هذا سنه الحليب كل جوج قادين اثنين ودابا مقادين. يعني الا كانوا كبارين طالعين كبار هي اثنين رباعيه. دابا حيت مقاد سنه الحليب دابا مقاد دابا حتى يبقى يطيح سنان وكيعاود. انت اختي فاطمه الزهراء وليتي فلاحه معنا. مرحبا بك مرحبا بك. انا بغيت نسولك على باش انا الزبون يقدر انه ياخذ الكبش ديالو وكما كنقولوا ما يضيعش، يعني يعرف بانه واخذ المليح. شنو المواصفات؟ المواصفات هما يشوف القرون ديالو، يشوف الودنين، يشوف العينين. لا شنو يشوف العينين؟ انا كنشوف العينين. شنو نشوف فيهم؟ شوف العينين يكون فيهم شي ضربه. دابا راه العين مزيانه. مزيانه دابا حمراء. اللي كانت صفراء كيكون تماك شي حاجه. هكا. حيت دابا هادشي ديال المراقبه. واخا انا عندي واحد السؤال بغيت نسولكم، شنو باش كيتميز ان المواطن يشري من مزرعه وما يشريش من السوق؟ المواطن تيشري اول حاجه الثقه.
لان المزرعه حنا راه طول السنه حنا حالين البيبان ديالنا. تيجي الانسان الثقه ماشي السوق، السوق ممكن تشري عند شي حد وما الغدا ما غتلقاهاش. يد الله في السوق ولا ما يصبحش. هادشي اللي كاين. المزرعه بحال مخلص راسي بحال هادشي اللي كاين. بعث الخروف ديالو شي حاجه ولا شي حاجه، حنا تنتحملوا المسؤوليه لهاد الامور. هذا هو السؤال اللي كنسولك بالنسبه للناس اللي كيشريو من عندكم وما عندهمش. نعم. بالنسبه للناس اللي كيشريو من عندكم وما كيلقاوش فين يديروا، واش عندكم انتم شي حل؟ بطبيعه الحال هذه تنوفروها للزبناء ديالنا. عندنا فين تنحطو هنا حتى ليله العيد. ليله العيد تنديو للناس. خدمة بعد البيع كتسمى، خدمة بعد البيع. في حال سمح يعني جا زبون شرا من عندكم حولي وكان بصحة جيدة وفاش بغى ياخذو لقاه ضربو شي حولي أخرى. تنعيطو له في التيلي أول حاجة من تيكون مشكل ديك الساعة تنعيطو للمول الحولي تنقولو له ها اللي كاين ها اللي كاين، تيجي تيشوف الحولي ديالو. تنبدلوه ليها ولا تنشوفوا الامور كيفاش كان غيتصلح، تيمشي راضي. هذا هو تيمشي راضي. كي قلت لك حنا تنقلبوا على الثقه، الثقه ديال 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 الزبون ديالنا. يعني انتم كتحاولوا انكم تكسبوا الثقه. هذا هو الهدف، هذا هو الهدف ديالنا حنا ديال المزرعه. هذا هو الهدف ديالنا. رسالتكم الاخيره. نعم رسالتكم الاخيره لكل رسالتنا عواشر مرحبا، عواشركم مبروكه، عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله. مزرعة الخير تترحب بكم، تترحب بكم الجميع. هذا الشيء اللي كاين. شكرا لك. مرحبا مرحبا. رسالتك للمغاربه بمناسبه هذا العيد المبارك، اجبتي هكا وجبتي هكا. تنقولوا عيد مبارك سعيد لجميع المغاربه بالصحه والسلامه ان شاء الله، ويعيدوا بصحه جيده ان شاء الله، وعواشركم مبروكه، ومرحبا بكم بمزرعه الخير اللي كتلبي وكترضي جميع الرغبات ديال الزبناء ديالها من جميع النواحي، يعني باش تكسب الثقه للقدام للاحسن باش يعني باش نوصلوا انكم توصلوا لهذا المستوى. هذا ترى ماشي ساهل يعني من طبيعه الحال، من طبيعه الحال مجهود طويل باش بنادم كيتطور من عام على عام توصل لهذا السوق النموذجي اللي كتشوفوا. هو نموذجي كتدخل ما كتلقى لا ريحه ديال الغنم لا حتى حاجه مع الكوارع الاخرين كما كنقولوا. تدخل كتلقى الضيق يعني الماشيه كلها من نفسها، كتدخل كتلقى كتشوفي دابا هادي كاين الهواء طلاير كاين كلشي كاين، ما كاينش حتى الريحه ديال الغنم ما كتشميهاش. صحيح فهمتي؟ هذا هو الهدف ديال المزرعه. مرحبا. بالنسبه للناس، الناس اللي الصالير محدود نوريوهم، بالنسبه للناس اللي عندهم صالير محدود نوريوهم شي حوايج اخرين، لان حنا ما يمكنناش حنا غنتعاملوا غير كاينين الناس اللي هو عنده الصالير. مرحبا. اجي معايا فاطمه الزهراء. يعني هذه نقطه مزيانه، نقطة مزيانة بالنسبه للناس محدودين الدخل حتى هما يعيدوا. يعيدوا معلوم يعيد في المزرعه، معلوم كلشي يعيد، اللي عنده يعيد، اللي الدرويش يعيد، الغني يعيد، كل واحد على قد شي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. المزرعه كتوفر جميع الاتباع لجميع الناس المستويات ديالها بطبيعه الحال. بالنسبه للخروفه، الخروفه حتى هي راه كاينه، الخروفه حتى هي راه كاينه. نعم هي دايزه الضحيه. بالنسبه للخروفه تتواجد هي الى يشوفوها المواطنين. مرحبا. خل اسي عبد الله جري لي على هذه. حرك البهيم. هذه الخروفه، هذه الخروفه، هذه الخروفه شحال الثمن ديالها؟ خروفه الثمن ديالها ما بين 1200 درهم حتى 1500 درهم. وانت تبارك الله راه كاين. انا حنا دابا اللي بغينا نبينوا للناس اللي هما هادشي اللي كاين. ما بقاش غير مع الناس اللي هما. تبارك الله كاين الخير. وعندنا الخروف، اللي ما بغاش يعيد بالخروفه نوريوه، معلوم نوريوه الخروف. نوريوه الخروف. كاين التنوع الجميل، وانا كاين التنوع. كلشي كلشي كلشي. كل المزرعه كيلقى جميع الانواع وجميع الاتباع. يعني كل واحد اللي كاين واحد راه اجي معايا فاطمه الزهراء لهاد سميتو. هذه دابا حنا شفنا الخروفه، دابا حنا بغينا نشوفوا الخروف السردي الصغير اللي قلنا ها هو. هانت اختي فاطمه الزهراء. الخروف ما تيكونش عندها القرن، الخروف عنده القرن. نقولوا ها هو هذا الخروف. هذا دابا تيطراح ما بين 1600 اللي قلنا حتى 2200 درهم. هانتي دخل معايا يوسف، دخل معايا يوسف. تا هما كيعلفوا، تا هما كيعلفوا بحال نفس العلف. نفس العلف، نفس العلف. هانت نفس العلف. هاد اللي تيعلفوا هاد العلف هذا ما تزرقش اللحم ديالهم؟ لا
لا ما اللي تيزرق اللحم ديالو راه باينين اللي قلنا ما مهم حنا ما عندنا غرض العرف ديالنا حنا البهيمه يمشي بنادم يذبح حنا ماشي غير ماشي اول عام حنا اللحم بالنسبه للناس اللي كان زرق لهم ذاك العام اللحم المزرعه الحمد لله ما سجلت حتى شي اصابه ذاك العام الحمد لله وهذا هو الثقه اللي جعلت الناس كتكسب الثقه بالنسبه للمزرعه يعني كما قلت انا هي كتحاول انكم تثبتوا الثقه من طبيعه الثقه شو الثقه هي ديال 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 المزرعه اللحظه اللي وقعت الفضيحه ديال ديال الاكبر ما تسجلت حتى شي حاجه شهادات الجميع الحمد لله داكشي علاش الناس كيجيو من 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 المدن بعيده من نسلا من الرباط من قنيطره من تيفلات من البحراوي يعني الناس كيجيو من مناطق بعيده كيتسولوا على ابراهيم شنو هادو قلنا هادو كاينين الصراده كاينين البراقه اها كاينين الصراده يعني كنسمعوا المواطنين تيقولوا جينا لقينا بدا لينا من 1600 حتى 9000 درهم كل واحد وقياسه هذا زوين الا صغيره تبارك الله راه زوين هادشي اللي كاين عطيني السردي ها هو السردي ها هو هو يعني كنشوفوا ديك الاسمنه المهوله في المواقع التواصل حنا دابا ها انت دابا هذا السردي هذا هو زاد هذا زاد التواصل الاجتماعي تيقول لك الحولي واصل جوج المليون الناس كتخلعوا لا لا ما نعيدوش هاد العام الناس مابقاش قادرين يمشيو كلشي ان شاء الله غادي يعيد كلشي ان شاء الله غادي يعيد كلشي ان شاء الله غادي يعيد كاين الثمن كي قلنا كاين شويه ديال الفرق ولكن الفرق ما جي بنادم يبقى يسمع الفرق ويتخلع وبقى مخلوع ما كاينش ذاك الفرق عادي ديال 200 300 درهم الانسان غير يمشي بعينه ويشوف وديك الساعه راه ما غيكون غير الخير واللي جا عندنا يجي عندنا مرحبا به مرحبا المزرعه ديال الخير تتواجد منطقة ديال السهول العرجات سالا النمرة ديال التليفون ديالنا اللي بغى يتصل بنا مرحبا 06 61 90 35 55 نعاودو التليفون 06 61 90 35 55 الموقع ديال المزرعة مزرعة الخير مزرعة الله يحفظك ابراهيم نتوما تنشكروك اختي فاطمه الزهراء تنشكروك بزاف شكرا الله يحفظك مرحبا الله يطول عمرك وشكرا بزاف ومرحبا بالزبناء الكرام اللي بغى جا مرحبا به وشكرا لشوف تي في شكرا لك اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنا معكم مباشره من سهول ضواحي الرباط الدخله ديال العرجات اللي كنا وسط مزرعه الخير اللي كنشوفوا فيها الخير ديال الله والخير ديال البلاد ديالنا وما شاء الله تبارك الله الحمد لله على بلادنا فيها الخير كما تشوفوا المدخل ديال هذا الرايه ديال هذه المزرعه هذه اللي فيها الحب الانتماء لهذا الوطن واننا كنفتخروا بالبلاد ديالنا وبالخيرات ديال البلاد ديالنا كيف ما شفتوا معنا الاثمنه كتراوح او الاثمنه كاينه كل واحد على قد جهده وعلى حسب القدره الشرائيه ديال كل واحد وكاين المليح وكاين الخير والجميل وكيف ما وضحوا لنا على انه كاين حتى الضمانه بانك غتشري شي حاجه مضمونه وخاضعه للمراقبه الطبيه الى هنا الطبيه البيطريه الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في نقول لكم شكرا على حسن المتابعه دمتم بألف خير والى اللقاء.